اليوم نهنئ الشعب الجزائري أننا مشينا في البناء المؤسساتي وبنينا المؤسسة الثانية في الدولة الجزائرية اللي هي البرلمان إن لم تكن المؤسسة الأولى، وهذا راح يمكن الجزائر من أنها جانب أزمة سياسية كانت تورد لها من الداخل ومن الخارج. موقفنا واضح، كنا عبرنا عليه قبل الانتخابات أثناء الانتخابات ونزيد نأكده اليوم. هذا النقطة الأولى. وإذا كان في أي تحالفات اللي تخدم البلاد وتخدم الشيء اللي كنا نتكلموا فيه وفتح ورشات كبرى للانتقال والانطلاق بعمل اقتصادي، لأن جائحة كورونا والوضع السياسي اللي عرفته البلاد خلانا نكون اليوم باراليزي ايكونوميكمون، وين لازمنا ننطلق نحو بناء اقتصاد حقيقي. اليوم شفنا بلي كل المؤشرات تدل على أننا قادرين نبنيو اقتصاد قوي، قادرين نمشيو بالجزائر من وضع اجتماعي واقتصادي إلى وضع آخر أحسن بكثير من الوضع اللي عايشين فيه. فقط إعطاء الكلمة للمنتخبين للطبقة السياسية وللخيرين باش أننا نمشي نحقق هذا الشيء.